صباح الخير لكل مشاهدينا، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ طبعا قبل ما بنطلع هوا بيبقى في مليون حد في الاستوديو، مش عايزه اقول لكم بقى ما بين اللي بيظبط حاجه واللي بيحط حاجه، لكن طبعا اللي منورنا ومدلعنا ومظبطنا وعامل لنا الاكل الجامد شيف شربيني. صباح الفل. صباح الفل يا كوين. اخيرا اعترف. شفت البرومو بتاع امبارح؟ اكد المعنى. اسكت، ده انا بقى جايبه لك بقى ايه؟ حبه حركات بقى من هم بتوع مش زيك كده. مطرز ده؟ يي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 
مكان كده. انا عايز اقول لك على كل اللي بنعمله داير كده بنعمله تطريز زي كده. وفي ثلاثه وتؤمن بالله شربيني وماشي التنجيد موضه يا لهوي ويتلبس احلى فساتين كمان والله العظيم. اقول لك على حاجه كمان وساعات ما بتقول عليه ما بفهمش ليه. لا ما هو انت كنت بتتريق. انا بس بقول لك دلوقتي ان هو موضه وماشي التنجيد موضه. واستنى بقى انا هجيب لك حته دين بلوزه قماش تنجيد برضه. بس بقى يوم بقى يوم كده بنبقى بنحتفل. ما هو زمان كانوا بيجيبوا ايه في قماش التنجيد الستان للوش الحاف وراس المخده وقماش النوم. احنا هناخد يعني وش اللحاف وراس المخده كان كله مع بعض. يعني هو يلا بينا يلا بينا. وصباح الفل النهارده شيف شربيني عامل لنا حركات وحاجات جامده جدا. عامل لنا الريش بتاعتنا بالخضار والبطاطس والكده صح؟ مشكل بخضار مشكل. عامل لنا كناف الفراخ ايدي بانيه بس بانيه بالكنافة. وعامل لنا شوربه لسان عصفور بالكبد القوانص. ايوه وعامل لنا تمر هندي. حلو. انا كنت فاكره ده خروب. اصل بحب قوي الخروب والله. خلاص مش مشكله مش خروب. بكره في ليه في استنى ده خروب ده خروب. لا صدق طلع خروب. شوف كده انا في حبيبات كده. حبيبات ايه ده خروب يا عم. وريني بس ده خروب عشان بس ما نضلش نفسي. والله خروب. خروب بس خروب خلص. خروب. انا بقول خروب. هو اللي بيقول يلا عايز نعمل ايه بقى. نبدا بايه بالريش اللي انت عايزه. عايز تبتدي بايه؟ طيب نشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير طاجن خضار الريش. اتفضل يا باشا. هنعمل بايركس كده او صينيه حلوه كده مليانه بالريش والخضار كده حاجه كده. عندي بتنجان ومرق وعندي جبنه بارميزان. بلاش جبنه لان مش محبوبه مع الطاجن. زعتر ملح وفلفل وعندنا شويه رز وجزر. طبعا عندي ريش ضاني. عندي بصل وتوم وزيت زيتون وعصير ليمون وكوسه وطماطم وبطاطس. وطماطم وبطاطس. هنعمل ايه بقى يا ست الكل؟ هنعمل ايه بقى يا ست الكل؟ بص بقى كده حبه زعتر. ايوه انا بحب دايما كده وانا بعمل كده كده بمثل يعني. تبقى حبه زعتر حلوين كده 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 كده. ايه يعني؟ شويه عصير ليمون. وهم دول حبه الريش اللي انت جبتهم. وانا لما اجيب كتير تقول لي حرام عليك ولما اجيب قليل. لا يعني انت عارف ان احنا عندنا ناس. لا تاجر يا بابا. لا 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 بص 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 ده كتير. ده هتشوفيه دلوقتي. طولي بالك بس. اي يعني كل واحد فينا هياخد قد ايه؟ واحد ياخد العظم وواحد ياخد هيصور جنبيها. طب زود شوي. هات لنا. حاضر حاضر. لا خلاص كده ادي ملح بس يعني مستغرباك ساعات بتعمل حبه قفشات كده. الحمد لله رب العالمين. ماشي عقبال ما الشربيني يطجنهم. اقول يطجنهم يتبل الريش. انا عايزه اقول لكم النهارده سؤالنا جامد جدا. سؤالنا النهارده بيقول ايه؟ مين من قرايبك تحب تروح تتعزم عنده لان اكله حلو؟ باختصار فعلا هو ده السؤال. مين من قرايبك تحب تروح عنده عشان اكله حلو؟ مش شرط ممكن ابقى انا حماتي ده اجبار. لا ده اصل حماتك بقى بتعمل لك ان كانت حما ولا يعني كنت راجل ولا ست بتروح بتعمل لك اللي. ايوه انا بتكلم على اكل حلو. الاكل حلو؟ هو طبعا اكل انا أمي. بحب أكل انا امي اكل بيه. طب انت مين بقى تروح تتعزم عنده غير امك؟ مين؟ ما هو انا مش خليني اطبخ على مزاجي. مين اصحابك؟ لا ما عندي اصحاب كتير بس انا فاهمه. مين اصحابك لما هو يقوم باعتن لك العزومه تقول والله النهارده ممكن الحاج رضا. الحاج رضا خميس. ايوه برضه الحاج رضا. ليه بقى؟ اي زاويه بقى يعني في عندك ده اسوان وعندك الصعيد وعندي الحاج عصام لطفي. ده برضه ده بيعمل بقى شويه وكه كده برضه من الصعيد. كلهم صعيد. بس الله اكبر. حاجة عبد الفتاح بقى طبعا لما تروحي له بقى لازم تكون ايه يعني تطلع عنده ايه زايد 10 كيلو من كتر حلاوه الاكل. طب انت عندك كده ناس كتير جدا. انا عندي مين؟ انا عندي امي ربنا يخليها لي. دي بالدنيا. وممكن خالته لو انا اتعزمت عندها.
بس ما مش ما مش عارفه مين تاني اكره حلو. اصحابي فشله كلهم كلهم بلا استثناء، محدش فيهم بيعرف يطبخ حلو. مين بقى؟ العمر الشربيني ما عزمني اصلا، اصلا عمره ما عزمني. عشان عزمتك السنه اللي فاتت ما رضيتش تيجي. لا انا لا، والسنه دي عازمه غصب عنك، هتيجي هتيجي. انا هاجي هاجي، بس انت عمرك ما عزمتني بره رمضان. بره رمضان ايه؟ يعني ما عملتليش اكل بره رمضان، لان انا طول رمضان صايمه جنبك وانت بتطبخ. لك عمرك ما عملتلي عزومه كده قلت لي تعالي يا مفيده انا هعمل لك محشي من ايدي. هو انت تنكه اصلا بتروح لحد؟ انا مش تنكه. لا تنكه طبعا، عمرك جيت عزمتني. هو اذا كنت تحت البيت عندي وعزمت عليك ما رضيتش تجيلي. لا لا بقى. في ساعتها ايه اللي انت حطيته ده؟ انت حمرتها بطجن بدل ما نطجن مع بعض. انت حطيتها، انت حطيتها في زيت؟ حب الزيت. ليه ايه؟ ليه حطيتها في زيت؟ لازم تاخد صدمه. طب ما تعملها في سمنه. خد لا السمنه موجوده اهي. تعالى بابا، تعالى بابا، تعالى بابا، تعالى بابا، هات ايدك يا بابا، هات ايدك. ايوه ايوه حبيبي. السمنه من كنت لا 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 انا ما هديها لك. هات ايدك، هات ايدك الثانيه. ايوه بابا. مش عارف مره والنبي. خلاص. يا هبي بيبدل لي المطبخ والله. بيبدل لي المطبخ. سيبهم عني ليه؟ حطهم بعيد اهو. لسه انت ليه عملتها في الزيت؟ ليه ما عملتهاش في السمنه؟ لا عايزه تاخد لون ذهبي كده، وبعدين السمنه عندي لسه هحط لها السمنه. يعني لسه هتحط؟ تعالي بقى معايا بقى عشان نعمل ايه؟ لما تحط حبه السمنه وحبه الزيت هنعمل احلى طاجن إيه؟ ريش بالخضار ممكن اي حد يبقى هياكله. مين قريبك اللي تحب تتعزم عنده؟ مستنيه تليفوناتكم وكلمونا، ويا رب طبعا البرومو يكون عجبكم. مين؟ كريم. ايه ده؟ فين كريم؟ كريم كريم جوه؟ كريم كريم مصور بتاعنا، صديقنا، عازمنا بقاله مرتين، عمال يتحايل علينا، واحنا قررنا ان احنا نوافق على العزومه دي. المره اللي فاتت كان هو قبل رمضان شيف، وكان قال لنا تعالوا نروح نتسحر كبده، وبعدين انا كان وقتي بقى راح عمره. بس انا النهارده بقول لك يا كريم عشان خاطر عيونك يا كيمو احنا موافقين على العزومه. يا سلام يا سلام. بندبس في البيت. طبعا شفت الماتش امبارح. ماتش ايه؟ شفت الماتش بتاع امبارح. ما تقوليش ليفربول، يعني ليفربول والبارسا. يعني كان ماتش مستحيل حد يعرف يتحكم في اعصابه وقتها. اكتر حاجه لفتت نظري في الماتش ده ان احنا بجد ما نفقدش الامل. الفايت والمحاربه على شيء دي حاجه مهمه طبعا. الاستمرار. كسبت 4-0. 4-0 كده حكايه. هما برشلونه كانت كسباهم 3 تمام. في الماتش كان محمد صلاح بيلعب معاهم. هما كان محمد صلاح؟ لا بقى زي الفل الحمد لله. المهم هما بقى نازلين ينزلوا الماتش اللي جاي اللي هو الامبارح ده، يعملوا ايه؟ يكسبوا 3، يعني يتعادلوا ب3 ويكسبوا 1 كمان. تخيل انت نازل الماتش وانت عارف ان انت عشان اصلا تكسب وتبقى تتعادل لازم الاول تكسب 3. يقوموا ايه؟ يكسبوا. كسبوا 3 طبعا. اتعادلوا قلنا ها يا مسهل. راح جاب الجون اخر 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 5 دقايق جه الجون الرابع وكده اتعادلوا. حكيت لكم الماتش صح؟ معانا تليفون. الو مين معانا؟ في حد فيكم كان بيكلمني يعني؟ الو الو ما فيش تليفون. من مين كان بيكلمني؟ شفت بقى ست الكل؟ يبقى هي كانت. عملنا ايه؟ انت عملت ايه بقى؟ حطينا في نفس الطاسه اللي انا حطيت فيها على فكره انا ينفع اعمل كل الكلام ده، مش شايفاه صعب. هتعرف تعمل كده؟ ايوه. عباره عن ايه؟ اولا اولا ثانيه واحده قلبي، خدي قلبي ثانيه قلبي. انا عايز بس اقول لك على شغله. انت مش عارف اعمل كل ده. لا انا اقلب بمعلقه بمعلقه. لا 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 لا, لا ما بنقلبش. يا عم انت انت بقالك كام سنه شاف كبير؟ تقعدي ساكته. انا مذيعه، انا ليا طريقه وانت ليك طريقه، بس احنا الفرقتين خاصمين احسن. خلي بالك من طريقتك. افتكر ليفربول دخلت الماتش ها وهم كانوا المفروض يتعادلوا ب3 وجيت 3 وجابوا الجون الرابع. افتكر الاصرار لما يجي الماتش بتاعك. ماشي انا بس عايز اقول لك ان انا عارف اعمل كل ده. ويوم الجمعه لما انت هتحط لي الاكله هتقطع لي البصل زي ما انت مقطع كده هم يقطعوا البصل. ده انت هتاخد البصلايه من الغير. لا لا بس يعني بص حتى مش هنضفها. والله العظيم مش هيحصل. انتوا هتقطعوا لي الحاجات زي ما انتوا بتعملوها مع الشيف شربيني. الا كلا ولا والله اعترض. كده حطينا هنا بقى ايه؟ زعتر.
ملح، فلفل، توابل، مكعب مرق، ليمون، ايوه، وراوده حبهان. انا بحب الاكلايه ها تبقى محمريه شويه. لا ما إيه هجيب لها حبه طماطم لسه. ايوه ايه رايك؟ اروح اجيب طماطم. شفت؟ مش طماطم. والله انا عارف كده، انا عارف. مش طماطم اللي هي طماطم بوريه. الصلصه، الصلصه اهي، الصلصه دي ممكن استعملها. استني انا جاي لك اهو. ايوه لا ما تخافيش اهو. نجيب بقى شقشق ميه. شقشق ميه؟ حاضر. ايوه شقشق ميه يا ابني. وانا قايل لهم فين الشفشق الميه؟ ما حدش سال فيا. ما هو هيجيبوا لك شقوا لك حالا ميه دلوقتي. ماشي. وبعتي لك مريم البسيطه. عندي. ما عندك ما جبتهاش ليه؟ ما هجيبها بس. بتصوري بيها بس؟ اه طبعا. هي بس مش موجوده، ما بلبسهاش مع اي حد. لازم البسها مع اي حد؟ بتاعي. ما عندك واحد تفصيل؟ لا بلبسها في اليوم بتاعي. بلبسها في الوقت اللي انا بطبخ. وحياة النعمه لو جيتي لابسه حاجه زياده عن اللي انت بتلبسيها لا اقطعها. ازاي هلبس مريال ده؟ انا جايبه عامله. اعملي بقى واكتبي كوين بقى. انا عارف ان الحركات بتاعتك اللي انت هتعمليها. طبيعي. طب انت مش كاتب انت هنا اسمك؟ لا مش اسمي ده. انت سي بي سي بس؟ بس اه. طب انا هكتب كوين عشان لازم. انا من بكره هكتب كينج. ومش حد هيحسب ولا هيعرضني بقى في القناه وهو حر. الكينجز اولا ما حدش هيعرضك، ثانيا ان الكينجز كتير، لكن اتس اونلي وان كوين. وان كوين؟ طيب. كده؟ طيب ربنا. هنشوف هتعمل ايه في الحلقه. ادي احنا جنب الحيطه. ونسمع زيك. حبه سمنه هم؟ انت هريت الطاجن ده. الطاجن معمول بمرض الله بضمير. بضمير ايه؟ طب ضمير هيودي النار. بصي. هات شبني عشان نسقسقه بمي. هات. احط لك حد قد ايه ميه؟ ثواني. ادلق هنا. ادلق فين؟ هنا. ايه ده؟ انت بتهرج صح؟ احنا بنعمل مصيبه على الهواء على فكره. ليه؟ والله لا انت بتعمل كده. انت لازم الدسم والحاجات البهارات كلها تنزل هنا. اسحب يا معلم. هو بس شويه منظره وشويه تنطيل وبتاع. انا عايز اسالكوا سؤال، انتوا عمركم شفتوا برنامج طبخ بيعمل اللي احنا بنعمله ده؟ والله العظيم عمركم شفتوا احلى مذيع بتساعد واحد طباخ في ميه؟ بيسقسق الطبق جوه الاكله. بسم ما شاء الله. والله عدينا العيب وازح ده احنا. طيب احنا دلوقتي انت بقى كده، انت دلوقتي اللي انا ملاحظه ان الخضار اللي انت عامله انت محمره. ايوه لازم يعني مديله سوا. مديله صدمه عشان خاطر ايه؟ ليه بقى؟ عشان شوف هدي يا بابا، ادي بتاعتي عندك اهي هناك اهي الكبيره. الشجره دي مكتوبه في القايمه؟ لا مش موجود. لا ايديك يعني انت دي ايديك دي جوه ايديك مش باينه اصلا. فانا بس بحاول عشان تقلب كويس. حسب الله ونعم الوكيل. مش اكتر. هو انتوا عندكم طاسه في العده بتاعتكم كبيره شويه، كل واحد عارف خد نفسه. يا عم اوعى بقى. طب ما تجيب لنا انت من طاساتك الحلو. اهي بتاعتي اهي، اتفضلي يا ست. ماشي. شفت بقى كل واحد اتحرك براحته. ماشي. طب دي بتاعتنا؟ ايوه بتاعتنا. لا دي بتاعتنا. لا بتاعتنا. والله العظيم ده في جهازي. خلاص يبقى بتاعتكم. والله ده جهازي. والسلام بالله ده جهازي. نهار اسود. يعني هو واخد جهازي ويقول لي والله العظيم ده جهازي. مكتوبة في القايمة؟ ايوه. وريني القايمة. بيني وبين السي بي سي. حطها في الاوفيس. دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انت خليتهم ياخدوا اتصدموا عشان استطعموا كل حاجه عندي هنا. طيب ماشي. بعد كده بعمل ايه يا ست الكل؟ خلاص اخدت غلوتها. استنيني بس، استنيني بس. مستنياك وانا مش هربعك على حاجه. ها ايه الافتكاسه الجايه؟ عشان استنيني، كلمة استنيني بس لما بيقولها الشربيني تعرفوا على طول ان في افتكاسة جاية. أيوة. ده إيه بقى؟ أي خضار عندنا؟ أنت عامل بطاطس جاهز وبتنجان. بس ما نزلتش البتنجان. لا هتهري. عشان هيتهري. أعمل إيه بقى يا ست؟ تهري مسقعة. أهو أهو. شكله حلو بصراحة وريحته حلوة جدا. بتحط فيها قرفة؟ لا. ده بصل وملح وفلفل. بعد كده نعمل ايه؟ ورشة ليمون وماجي. كل حاجة. وايه تاني؟ زعتر. وزعتر. ملح وفلفل. حسب الطبق يطشر. لا بقى بعيد عن النار. كده؟
واحده كده وواحده كده. العكس عشان خاطر ايه؟ واحده كده كده وواحده كده. حلو الكلام. ونجيب بقى الباذنجان نص كده. اوكي. انت بقى بتقولي انت جايب البتاع اللي انت حاططهم في الطاسه لوحديهم دول اللي في البوله دي لوحديهم. دي الافتكاسه بتاعتك. ما انا هقول لك اهو. ما انا متاكده انك هتقول لي. انا عايز ده يتصور. هو اكيد كل حاجه بتتصور، انت ايدك نفسها بتتصور وعندنا الكاميرا جايباك من فوق وكل حاجه. انت يعني مع اعلى جهاز مخابرات ممكن تتعامل معاه. بعد كده كيش. بقى يا ست الكل اعمل ايه؟ بص بقى دول سقسق بقى سقسق بقى البتنجان بقى وزهزه الامور كده. بص هتاخد وقت قد ايه قبل ما نخلص البرنامج؟ لا 10 دقايق بالظبط، ربع ساعه بالكتير لان كله مستوي مع بعضه. دي بتلو. اوكي. نخش بقى الفرن. ايه رايك؟ ونقدمه مع رز. نعملها شويه رز دلوقتي. نعمل شويه رز. واحد اول طلعه بسم الله الرحمن الرحيم دخلت الفرن. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل لكم بقى الفراخ. هنعملها لنا بانيه بس البانيه بتاعنا بالكنافه بعد الفاصل. ومطبخنا النهارده الاكله الثانيه بتاعته عباره عن بانيه بس البانيه هيبقى بالكنافه، ودي من الحاجات اللي انا بحبها بالنيابه عني. يعني بص بقى يا ست الكل، دي اوراق كلها انت ايه ضاربها؟ دلوقتي يا ست الكل انا هنا في الفلسود. طب نقول المقادير. اتفضلي. الاوراق، اوراق الدجاج المخليه، بصل وتوم ومستردة وبهارات واعشاب وعصير ليمون وزيت ذره، وبنقدم جنبها الشيبسي. عشان خاطر هنعمل الكنافه المقادير اللي هي كنافه بانيه. يعني هو احنا دايما كل سنه بنكون عندنا في رمضان كل سنه طالبين بنستغل الكنافه. المره اللي فاتت عملناها بالجمبري لو تفتكري. بالجمبري. ايوه. المره دي بنعملها بانيه بالفراخ. وان شاء الله السنه الجايه نعملها بحاجه احسن. طيب البانيه هو طريقته بتاعتنا العاديه، بيض ولبن ودقيق وفلفل اسود. فيها بهارات حلوه. قول بقى. عندي كمون. يلا شخ. عندي توابل، عندي زعتر. ها. عندي توم مفروم، عندي ليمون، ليمون مستردة. انا بحب اليومين دول التتبيله بتاعت المستردة دي. كده حضرتك زي ما انت شايفه شغل حلو. وادي شويه ملح، وادي شويه فلفل اصفر اهو. بعد كده حضرتك حطينا الليمون وكل الخامات هنا اهو. نجوى على التليفون. الو. مساء الفل. مساء القشطه يا نجوى. اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انت اخبارك ايه يا قلبي؟ اخبار الشيف ايه؟ كل سنه وانت طيب. منورنا الدنيا كلها. تسلم ايدك على الحاجات الجامده قوي اللي حضرتك عاملها. الله يخليك، البركه في نام وفينا. ربنا يحفظك. انا بعلمك. كوين والله. والله الاجمل بقى في الموضوع كله اللي احنا كل سنه بنقعد نستناه البرنامج بتاعكم. الله اكبر عليك. والشقاوه بقى اللي انتم بتعملوها مع بعض. والله فعلا لاقيين على بعض، اقسم بالله. مش عارفه اعمل في ايه. مش عارفه اعمل في ايه بجد بجد بجد. ربطيني في تجر مني البحر. والله ما عارفه خلاص. انا حطيت فوق العشره فيه. عايزه تبطي حجر وترميني في البحر. ما اقدرش ارميه في البحر، هرمي نفسي وراه. حد يقدر يرمي نفسه؟ حد يقدر يرمي نفسه يا جماعه؟ كده والله فعلا. كل سنه وانت طيبه يا فندم. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي. بحاول افرد اللبس. عندك سؤال الاول بس انا خليها تشوف هي عندها سؤال. عايز تسالني هنا سؤال؟ حضرتك كنت بتقولي ان بتحبي تاكلي عند مين؟ قولي. اختي. احب اتعزم عند اختي قوي. ايه اكتر حاجه؟ اخويا طبعا علامه اكس عشان اكلها والسمنه بقى والزيت. لكن اختك بتعمل اطباق حلوه. اختي بتلاقيها في الحلويات بقى وفي الاطباق وبتعمل، والاحلى والاجمل ان هي بتعمل اكلات مش التقليديه اللي احنا بنعملها دايما. طبعا بالاضافه عشان انا ما اتقتلش النهارده ماما. يعني طبعا دي فتره. انا كنت اسالك قلت عشان ما تموتيش بس ناقصه. عشان ما اموتش والحق نفسي. الست الحبايب. ايوه. ده الكوم الكبير. خلي بالك. ميرسي يا حبيبتي. نعم. ده الكوم الكبير. اقسم بالله. ده البركة. مهما نلف ومهما ناكل بره اكلها ورقم واحد. الله ينور عليك يا بنتي. ربنا يديك الصحة. ليها سن يعني، ليها اسلوبها وطريقتها. فعلا الواحد ما بيشبعش وما بياكلش ما بيرتاحش غير عند امه. ربنا يخليها لك. عايزة بنشكرك. ميرسي. احنا كده تبلنا الفراخ بتاعتنا. شفت بقى تتبيله حلو ازاي؟ قولها تاني. قولها تاني. زعتر، مستردة، عصير ليمون،
ملح وفلفل توابل كل العناصر الجميلة الجوة في التتبيلات موجودة فيها على أساس إن احنا ايه. بعدين مهم في الفراخ دي بعملها بالليجز اللي بالفخذ أحسن من الصدر. ليه؟ فيها طعم حلو جدا. انا بحب انت بس انت بتخليها لازم اخليها من الجلد والعظم وبعدين تقوم دقيقها بتفردها بقى بدقها على البلاستيك كده عشان تتفرد معايا تتفرد وما تبقاش لما بنضغط عليها بايدينا بقى نضغط جامد عليها بايدينا عشان ايه نفردها اكتر. واحده زي دي كده انت بتعمل ايه على النار؟ هنلحمها خبيش. انت بتعمل ايه على النار؟ الحمى دي سيبيها. ايوه طيب هنا بقى ايه معانا تليفون. معانا مين؟ شيرين. ازيك يا شيرين؟ الو ازيك يا مفيده؟ الحمد لله. انت ازيك حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا شيف؟ كل سنه وانت طيبه يا فندم. طبعا انا من متابعين حضرتك على سبيل صفر اكيد. اوه ستات برضو مع مفيده اكيد. ربنا يخليكوا لينا يا رب. خاص بقى برنامج الشيف مفيده بجد كل رمضان لازم خلاص بقى اساسيات زي فوازير سيرين. والله كنت لسه بقول الكلمه دي قلت له احس ان احنا قاعدين في فوازير. ايوه والله لا بقى رمضان. ولو يوم كده ما نكستوش بعض ما يبقاش طبيعي يعني لازم يحصل. لو في يوم انا بقى مثلا ايه مركزه في الاكله اللي هو بيعملها ومش عايزه اتخانق معاه لا ما ينفعش لازم. ما بيعديش. انا متابعاكوا اصلا من اول ما بداتوا من 6 سنين لان كنت انا لسه متجوزه. اللهم صل على النبي. بقى كل سنه بقى لازم. لازم. مين المكان اللي تحبي تروحي تاكلي فيه؟ هي ماما بلا منافس بصراحه. بلا منافس. يا ربنا يديك الصحه. ربنا يخليها لك. اصيله يا بنتي والله اصيله. طبعا هم مجرد ان هم بيجوا الامهات ده يعني انا عايزه اقول لكم ان هم بيبقوا في يوم في رمضان هم بيطبخوا لنا الاكل وهم وبيبدعوا والله بيبدعوا وبيفكروا بيحاولوا يرادوكوا على قد ما احنا هات البتاع ده بعيد انت حاطه ليه. بشكرك ميرسي جدا يا حبيبتي. فانا عماله بعمل. استني يا عم ناخد نيلي. ناخد نيلي على التليفون. نيلي الو مفيدة ازيك؟ اهلا اهلا يا نيلي. ازيك؟ كل سنة طيبين. وانتي طيبة حبيبتي. وانتي طيبة. اذا اخبارك اولا بس انا عايزة اقولك ان انا هنزل بعد الفطار اعمل قصة شعري. يا فندم يشرفني. يا فندم يشرفني يا فندم. والله عليكي والله جميلة قوي. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي حبيبتي. حبيبتي ازيك يا سيف؟ ايه اخبارك؟ كل سنة طيبة يا فندم. وحضرتك طيب. وهو ده الايام. عليكي يا رب. ربنا يخليكي. عندك سؤال؟ سؤالين مهمين جدا. قولي. الكوبيبه بحطها في الزيت بتفرول وتتفتح لوحدها. فيها ماده دهنيه وانت لما بتفرق اللحمه بتاعتها حضرتك فيها ماده دهنيه. لا بشيل كل الدهن بخليها حمراء خالص. طيب البرغل بتحط ميه كتير؟ بحط له ميه كتير. لا اغسليه بس وحطيه عليها. بحسه بيبقى ناشف. لا 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 بس حضرتك في اللبناني اصلا بحط البرغل ناشف يقعدوا يدقوا فيه. يقعدوا يدقوا فيه لغايه ما كله يتجانس مع بعضه. احنا بس الوحيدين اللي بنبله في ميه. يعني انت عايز تعمل ايه في الاخر؟ يعني حضرتك اغسليه وحطيه على اللحمه. اغسله وحطه على اللحمه. ونخليها نعمل نحطها ماده يعني نلفها كتير قوي في الكبه او في العجانه. مش هتفصل مني. وبعدين لما تيجي تصبعيها ما تبليش ايدك زيت بليها بميه. ميه بالزيت. عشان الميه ما تخش الزيت ما يخش جوه اللحمه وخليها تفك. فهمت. لا والله بتعرف تعمل حاجات كده. السؤال التاني معلش. الموتزاريلا معايا ما بتشدش نهائي. الموتزاريلا ما بتشدش نهائي. الله بس كل حاجه مستعصيناك ولا ايه؟ الموتزاريلا يمكن النوع؟ نوع ممكن في نوع موتزاريلا مش حلو خلي بالك. الانواع كلها. دي بتعتمد على الانواع والماركه. انا جربت انواع كتير قوي. ايه بصي هقول لك على حاجه. سالتهم انتوا بتستخدموا نوع ايه؟ انا هقول لك على حاجه انا مش هفتي يعني قوي في المعلومه طبعا شاف موجود فيها لكن انا بعتقد شاف ان الموتزاريلا تمط على درجه حراره معينه لو اتخطيتي الدرجه دي او سخنتيها ازيد هتنشف او جزء من اللزوجه بتاعتها هي او الموتزاريلا لازم ما تنشفش. ما تنشفش فاعتقد انك ما تسيبيهاش كتير. يعني اخليها على درجه كام تقريبا؟ لا يعني ما تاخدش لون الذهبي الجراتان الذهبي ده. يعني خليها يا دوبك تسيح وتاخد لون براون بسيط. دي معلومه انا مش هقدر افيدك بيها. شكرا ليكي. ماشي ميرسي. استنى بقى انا احط الطلعه الاولانيه. انت مسخنه قوي؟ اخش يعني انزلي امن. دي بقى اللي متبهدله اللي انت بتقول عليها دي. هنطلعها واحده سليمه دلوقتي. هتطلعها واحده سليمه ازاي؟ ايوه ما هتفك مننا. لا لا والله هتفك مننا وهتفضحنا. صلي على النبي. استنى انا هاخد شوكه. الحاجات دي ممكن نتعامل فيها بالشوكه. ماشي. عايزين بقى طبق ايه؟ ايوه اهو. يا جمال. ايه هنطلع نطلع ده دي. وبعدين نبقى واحنا بنفرشه.
ايه بقى طلعتها ازاي؟ اهي سليمه اهي. انا عايز اشوف ال بنعمل لها عمليه تجميل. اوه شايفيني اهي. ايه رايك؟ بعرف اطبخ؟ يعني نص نص بس ريحته جامده مش قوي. ها مش 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 لما اقول لك كلمه الحق انت مش مشمشي. ريحته جامده جدا. مشمشت اوكي. بس انت خدت بالك ان ما بقتش بقلب كتير في الاكل؟ مش خدت بالك ان بقيت مختلفة؟ جالك هيجي منك ان شاء الله على اخر مرة. يعني بقيت يعني انت ان شاء الله لو انت يعني ايه ايوه افتراح بذلت كل جهدك السنة دي وفي التدريب اللي عمله لك دوت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله استغنى عنك بقى السنة الجاية. سرت كومي. هتبقى ايه؟ سرت كومي. سرتك ايه؟ سرت كومي. سرت كومي؟ يعني لا ثانية واحدة. سرت كومي وانت يا جمال فهمت هو قال ايه؟ ايوه انت قلت انت فهمت هو قال ايه؟ يعني ايه سرت كومي؟ مساعد مساعد طباخ. سرت كومي؟ في سرت كومي بعدين سكند كومي وبعدين كومي وبعدين فيرست كومي. انا سرت كومي؟ يعني مساعد يعني ايه مساعدة المساعد المساعد. يعني انا يعني قبل جمال بخمس محطات. محمد جمال فيرست كومي. هو ممكن يكون شيف دوبارتي دلوقتي والله. لا عدى جمال دلوقتي خلاص عدى. يعني انتوا واقفين في مطبخي. اوه عايرين كل شويه مطبخي بقى يعني قاعدين في مطبخي. قلت هيقول لي هتسلمي لي كل حاجه هيقول كلمه ظريفه. الا ايه سيرتكم قلت ماشي اهو اختلاف ثقافات يمكن هو عايز يقول لي يا عزك ربنا يخليكي ليا بس بلغته تاني بيقولي سرتكم يعني ان انا الخامس مساعد. هو حد طايل؟ محدش طايل. انا بقى بعد ما هبقى سرت كومي ها هتبقى سرتك على كل الناس. سرتك على كل الناس. هتبقى سرتك على احسن الناس. لسه ما اتعملتش. لا اتعملت طبعا. يعني انت كده عايزها ذهبي فاتح؟ ايوه. لا ودخلها الفرن لسه. انت لسه لازم تخش الفرن يا قمر. يبقى لازم تاخد بقى اللون الجميل الجولدن من غير ما احرق ايه من غير من بره تبقى محمره ومن جوه تبقى نايه. دي اللي انت عملت لها عمليه تجميل. ده انت اللي عملتها. انا عامله كله. انت عامله كل حاجه اهو. نبص على الفرن. يا روايح المصطفى. حلو قوي 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 بصراحه. شفت بتشك فيا؟ لا عمري. ماشي ماشي اشك فيك قدرتي. ماشي. طيب ايه نطلع فاصل؟ ناخد فاصل زي ما انت عايز. اتفضل. تعالى تعالى خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل. انا بقى اللي هعمل لكم الشوربه. يلا بينا. انت هتعمل الشوربه؟ ايوه. ورجعنا مره ثانيه ومن السيرد كوم. سيرد كوم؟ سيرد كومي. سيرد كوم بيحييكم. بنحييكم بما ان السيرد كوم بتاعكم. شيف خلص القلي بتاع البانيه بتاع وانا قررت اعمل الشوربه فهنعمل لكم النهارده الشوربه. ايه انت عايز تقول حاجه قبل ما اقول حاجه؟ لا اتفضلي. ممكن تعمل الشوربه. انا هعمل شوربه لسان عصفور بالكبده. عندك سمنه هناك اهي وادي سمنه هي. ايوه هدي دي سخنه اهي. اهي ايوه. انت رد على رحمه بقى. رحمة خير؟ الو تسلم ايديك. اولا انا هعمل البانيه النهارده البكوناكه والله هيعملها دلوقتي. يلا صباح الفل عليك يا مدام رحمة. اول حاجه وتاني حاجه بقى تسلم ايديكوا ومنورين وعايزه منك الكنافه اللي بتجبنا. انا ما بعرفش اعملها. ماشي هنعملها لك. حاضر. انا عايزه اكلها من ايديك. خدامك. احنا عملناها في اول الحلقه عندنا في الناحيه الثانيه نعملها لك كده وعملناها كمان على الفحم. ما شفتهاش. وتاني هعملها لك ثاني على عيني يا حاجه. ربنا يخليك. وانا لما احب اكل من ايد حد اكل من ايد مرات اخويا في البلد في الصعيد. ليه بقى؟ الله الله. ما هي نفسها حلو. في واحده اكلها سن وما يتاكلش وفي واحده اكلها زي العسل. فانت اكل مرات اخوكي مش سم. لا اكل واحده فيهم اكلها حلو. أكلها يعني مهما تحط سمنه ومهما تحط حاجات سم ما يعجبنيش. لا لان هي بتحبك ولا ما بتحبكيش؟ هما الاثنين انا والله انا بحبهم كلهم. انا ما اعرفش قلوبهم جواها ايه بس لكن هو هما بقى يا مفيده يحبوا كل العيله تاكل من ايدي انا مهما يعملوا. انا هتقولي لي انا اللي بعمل الشوربه.
انا عارفه بس هو انت اكلك حلو هتغزلي بالسكينه ماشي انا اللي بعمل الشوربه انت جاي عمال ايه العصبيه دي ايه العصبيه اللي فيك انا اللي بعمل الشوربه انا اللي بقطع الكبده مين بقول ايه دنيا دي ايوه هات خطفت من ايدي البتاع اه بحمر انا دي هات هات قلب حاضر هات قلب سيبها خلاص اه بس ايدي كده قلبني لا قلبني بالمعلقه انا بتاعتي حاجتي تتقلب قلبني بالمعلقه دلوقتي ناقص لنا البهارات دي كلها انا عملتها بال بالايه؟ بالسمنه هنا بس في سمنه هنا هات 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 سمنه تاني ده هيبقى كتير قوي يعني لا هات صغيره بس ما تخافيش ما تخافيش انا اللي بعملها انا مش عارف طب حط حته سمنه عشان خاطرك بس هتاكلها مني يا ضنايا بسيطه كده بس انا بقطع كده ما تعطلنيش عشان ايه الناس جايين تقطع الارزاق يعني ايوه خد مروه على التليفون اهي الو الو السلام عليكم ست مروه ازيك؟ كويسة لحد كل سنة طيبة الو الو كل سنة طيبة يا فندم وانت حضرتك طيب امور يا فندم وكل سنة وانتم طيبين وانت طيبة يا فندم حبيبتي وانت طيبة بس الكنترول لو حبيتي تاكلي هتاكلي عند مين بقى حضرتك زي ما مدام فودي قالت اللي انا بحب اكل ايد اختي واكل من ايد اختي واختي الصغيره وهم بيحبوا اكلي والله ربنا يخليكم لبعض ايه احسن الاطباق ايه احلى الاطباق اللي بيعملوها انا اختي الكبيره بتعمل كبسه وكده جميل طب حلو ده استنى ما شاء الله استنى وانا بعمل الروم رز المحمر وحاجات زي كده ما شاء الله عليكي ما شاء الله بشكرك حبيبتي انا حاطه بصل حط يا اخي بتسأليني ليه؟ ما عشان انت بتا... انت مصمم انت انت دلوقتي السرد متر بتاعي السرد انا اللي هعمل الشوربه دي ماشي هات بص والثوم بس بس انا بحبها بتوم كتير قومي قومي براحتك ده ايه ده؟ يا ربي مال يتدخل يتدخل بقول لك ايه؟ احنا ما عندناش حبة شوربة من الحاجات اللي عملناها لا على حظنا يعني ومفيش ولا شوربة لازم اعملها بالمية ناشفة يا عم السرد متر بتاعي ما حطيت مرقة انت تفتكري انا لسه ما حطيتش مرقة بيغششوني طبعا هنا موت كأني في حالة امتحان بجد بس انا حطيت انا حاطة كل حاجة انا بس اقلب لغايه ما تاخد لون انا مش هعملها بال خلاص انا مش هعملها بال بكده خلاص انا مش هعملها كده هي مش هتعملها بكده ما ب... ما بحطش انا صلصه انا بحبها شوربه كده هي صح كده فعلا ما عملها كده من غير صلصه بس ايوه عشان الشوربه هي هي يهفك الشوق لا ما يهفنيش الشوق الشوق ما بيهفنيش انا بحبها كده القصه بتاعتي ايه؟ ما تلعبش في شعرك وانت شغال ما انا عارفه انك هتمرن حريق او فوزلين انا لا مش حريق انا كنت هلبس ايه شعر معلقه لك اهي اي عشان اعمل ايه؟ عشان تحطي طابل انا بحط زيك اشمعنى؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي ولسه ورشة ايوه انا بتقص على كده وبحط أيوة ورشة والله ايوه والله انت كده استنى والله ورشة والله العظيم بتعمل لعلمك يعني انا بس مستحمل حلوة دي خطفتك بدي ها؟ حلوة دي حلوة دي طيب كده ايه؟ يلا بعد واو واو نزل واو 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 احنا بنعمل شوربة اقلبها تقليبة بقى؟ لا ما تقلبيش بقى اديها الووتر بتاعتك اديها الووتر من غير ما اقلب ووتر اهو ووتر ووتر سخن اه ايوه زين صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة احنا هنرقص انا هطبخ لا فرحانة بنفسي بعمل شوربة كمان شوية 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 شوربة عشان ده لما بيستوي بيتخن بيتقل بيتقل بس وصلنا يا سلام بقى يا سلام بقى يا سلام بقى يا سلام بس عارف تحس كده ان هي مش مطلعة ريحة زي بتاعتك لو حطيت لها بقدونس بجد تطلع ريحة زي بتاعتك طب ايه اللي ناقصها يعني؟ يعني مش عامله شغل زي بتاعتك ليه؟ عامله زي الفل لا لا ما تتريقش عليا لا والله حلو لا ما انت بتتريق عليا على فكره هو دايما الانسان بص
ايوه انت لما بتعمل الاكل بيطلع ريحته لغايه الدور الخامس. اشمعنى انا ما فيش كتير يا اخي؟ بصي هو دايما بيعمل، حتى الواحد لما بيطبخ ما بياكلش الاكل اللي هو بيعمله، لكن غيره ياكله ويتبسط. ايوه بس انت عمال بتجاملني بس. يلا يلا فاضل لنا، يلا يلا عشان احنا خلاص تاخرنا وعمالين نضيع وقت. احنا عملنا الشوربه، فاضل لنا العصير. العصير انت بتحمر بولت الشوربه يا استاذ. اجيب العصير؟ ايوه. احنا العصير ده طلعناه ايوه بعد ما حطينا سكر وحطينا الخروب على النار، صح يا باشا؟ ايوه. مش احنا بنعمل كده كل سنه؟ لازم نحطه في ميه سخنه ونغليه. بنحطه في ميه سخنه ونغليه وبعد كده ناخده نصفيه. نصفيه وبعدين هنحط معاه السكر ونضربه في الخلاط. اها. ندي له شويه بقى ايه جزء يعني كده. احنا ده هو دي طريقه العمل اللي انا بس مجرد ان انا بنقعه. لا حضرتك لازم نحمره في حبه سكر. سكر عشان اعمل كراميل. وبعدين بعد ما نحمره نحطه كده ننقعه. انقعه وبعدين اقوم بعد كده. بس اشوف كده وعمل ايه. معانا راندا على التليفون. راندا اتفضلي. اهلا يا راندا. اهلا بيك، ازيك يا مفيدة؟ انا كويسه حبيبتي، انت ازيك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي، وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيب يا شيف شربيني. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. بعد الايام يا حبيبتي. ميرسي جدا. كنت عايزه طريقه بط بالبرتقال. بط بالبرتقال. على عيني. حاضر حاضر حاضر. كده هنا ادي سكر. بط بالبرتقال. اكلات صعبه قوي بط بالبرتقال. عايزين شوار بقى؟ عايزين يعني انت عمرك تفطر بط بالبرتقال؟ بس هي بقى يعني ممكن. معلش برضو يعني تلاقي من مصر جدا عندكم. بالنسبة لي يعني عارفين انتوا الفطار بالنسبة لي عامل ازاي؟ لا هي يعني بس حاجة الناس تخنة. ممكن تقول ايه؟ حاجة نفسها حاجة تعرف بيتي. طريقته وبعدين تعمله في اي وقت تاني. لا انا بسأل بس انا بقى عشان هي فرصة ان هي بتتكلم معانا عايزة تعرف طريقة البط بالبرتقال. هي لفتت نظري ان هل ممكن الناس شوار مصفى 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 نصفي بيها. يا عم استنى لما نحط بتاعتي في النقطة. هاتي عنك انت؟ استنى استنى. اصل القصة هتقع منك. ما القصة انا مغيرة معاك. استنى مش بقول لك برضه يا جماعه بتضحكوا على ايه؟ استنى بيتريق عليا. استنى هو ده؟ ماشي. انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. يعني انت تفطر كده؟ انت عملت ايه بقى؟ حطينا سكر والسيتسي بتاعه اللي هو الحبيبات بتاعته. اي احنا الاول مسكنا الخروب متكسر على النار. ايوه. حبه سكر. ايوه. كارملايزد كده. أيوة. شويه شويه شويه. ايوه. وبعدين رحت رافعه من على النار. ايوه. ورحت حاطاه في بوله. ايوه. ورحت حاطاه عليها ميه. ايوه. وسبته ينقع. حلو. خلاص؟ خليكي سايبها. طيب اتنقع. العصير بقى التاني اللي انت مطلعه ده. حطيته اهو كله مع بعض. ده جاي منين؟ مع سكر. ما هو برضه خروب. خروب. اضربه كمان شويه عشان يبقى لا تاني. عشان انا مش عايزه يبقى ايه؟ كده يبقى خلاص احنا عاملينه بيور. لكن ممكن نحرق له حبه سكر دلوقتي. طب احنا عايزين تلج. عايزين تلج. كوبايه دي. اما عمر مفيش تلج. كده مفيش هايبول. لا انا بعتها بس وجاي. خلينا انت ليه غرفتها هنا في الحته دي؟ لا ده انا هصفي بس. لا ده لسه هنفضيه. طب هنفضه ازاي بقى؟ هوريك انا نعمل ايه. لازم تصعب عليا الشيء. الشيء اصعب عليا يعني الشيء. لازم تصعب عليا الغرف. هنغرف كده. هو هيرقى دلوقتي. طب هات انا اكمل وطلع لنا بقى الاكلات بقى بتاعتك المريعه السريعه الخطيره. ده بقى على اصوله. ده بهريز بقى. تهريز الخروب. نجيب بقى الطبق بتاعنا. ماشي. الله اكبر. قوم بيصعب عليا والله. لازم اجيب كلينكس ولازم اربط الدنيا. الراجل ده هيجنني هيجنني والله العظيم بجد. كان ليا حق تغنيه. بس هو ليه بفوم كده؟ هو ليه فوم؟ الله اكبر. انا مش هبص عشان انا خلاص انا اتعقدت فشتي. الله حلو قوي على فكره. الله اكبر يعني عشان الناس اللي هتاكله الهنا والشفا عليكم. الناس اللي بتاكل اكل كل يوم برضو بالهنا والشفا عليهم عشان احنا عيننا فيه واحنا صايمين.
حبة كنافة. الله حلوة دي. أنا عملت كده إيه؟ عصير الخروف. حلو، أنت دخلتها الفرن بقى وطلعتها. الله. خلاص. شايفة مرمشة إزاي؟ بس أنا محتاجة شوية في الشوربة دي. على فكرة. لا استوعب ما تلاقيش. أنا كان لازم أستنى شوية على الشعرية تبقى بني. بتضحك على ايه؟ لا ولا حاجه، كنت بكح. بس هتاكلها. كلها غصب عني. ايوه عشان دي الشوربه بتاعتي. كلها هقول لك لا. هي ده لونها ده طبيعي؟ انت قولي ايه؟ قلت لك حط حبه طماطم قلت لي لا. لا مش الطماطم، انا بتكلم على لون تتحمر شويه لون الشعريه كده، كانت تتحمر شويه. أيوة. انت استعجلتني على فكره. انا برضه استعجلت. ايوه انت بتستعجلني. لازم اغلطك. انت بتستعجلني. لازم اغلطك. امال لما تعمل صح نعمل ايه بقى؟ مش لازم اغلطك. بيستعجلني طول الوقت، طول الوقت بيستعجلني. دي شغل الطباخين. انت لا شغل الطباخين هتروح. لا مش مروحه، راح اجيب الرز. طب فين يا ابني طبق الشوربه؟ اهو ادي الرز اهو. نحضر السفره سوا. عامة ايه؟ قال لك شوربه تفوت ولا حد يموت. تاكل اكلتك وتكتب وصيتك. صاين. طب همشي تشرب الشوربه دي بتاعتي؟ اولا بقى هو اللي استعجلني، انا كنت لازم الشعريه شويه اتك عليها. مين المخرج اللي هنا؟ مفيش حد، هو عايز هو نفس الكرو اللي موجودين وهياكلوها. دي شوربه؟ احلى احلى شوربه حبايبي. مش نافع لك صيام. نبي حبايبي. حبايبي. مش هينفع لكم صيام. لا بس هي شوربه على فكره تشاينيز. طب والنعمه حلوه. ايوه انت بس عشان بتريق عليا، لكن انا ممكن النعمة حلوة. انا بعتبرها تشاينيز. حلو قوي عشان واحد ياكل يعمل كده. ماشي ماشي. بالهنا والشفا لكل اصدقائنا. النهارده المطبخ بتاعنا يعني كان عامر، عملنا لكم البرام بتاع الريش بالخضار، عملنا لكم البانيه بس بالكنافه، وطبعا الشوربه اللي بلناكم بالشوربه. وعملنا شوربه هتاكلوا صوابعكم وراها، ده غير ايوه احلى شوربه، ده غير الخروب اللي احنا عملناه. بالهنا والشفا لكل اصدقائنا، ويلا بينا. جيف مي باي 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 باي.